يلا القاعدة وايل واز وجاست از، ايه اللي بيجي ورا وايل واز وجاست از؟ زمان ايه؟ ها؟ ماضي بسيط مستمر. بصيت في دماغك انك ليها ماضي مستمر. حاضر ماشي. وديت حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. اقفلي. بسيط ماشي. وايل واز وجاست از ماضي مستمر، وديت ماضي بسيط وسبون شبو ماشي مستمر. يعني ايه؟ was where verb ing بسيط. يعني ايه؟ تصريف تاني للايه؟ للفعل. اللي ممكن يكون ايه دي او فعل غير منتظم بجيب التصريف التاني ايه؟ منه. يبقى وايل واز وجاست از ماضي مستمر الماضي بسيط، فرضا ان هما جم في النص اللي لازق فيهم مين؟ المستمر. يبقى اللي قبليهم مين؟ البسيط. عكسهم نفس عكس القاعده. وين وين اللي لازق فيها ماضي البسيط والتاني مستمر. طب لو وين جت في النص يبقى اللي لازق فيها البسيط، يبقى اللي قبليها المستمر. لحد كده القاعده ماشيه تمام. لو جت لك كده واضحه مفيش فيها اي مشكله. طيب امتى بقى التركات اللي ممكن تيجي لي فيها؟ يجي لي وايل وما يجيبليش فاعل. فاكرين قلت لما اجي ادور على فاعل اجيب على اساسه ووز ووير ما الاقيش؟ في الحاله دي بعمل ايه؟ بحط الفعل اي ان جي بس. بحط الفعل اي ان جي بس. يبقى وايل وفيرب اي ان جي. وايل ووكينج، وايل سبيكينج. بدل ما اقول وايل اي ووز ووكينج بقول وايل ووكينج. طب ايه اللي اختلف عندي؟ مفيش عندي فاعل. يبقى اجي اجيب ووز ووير ما الاقيش فاعل، اروح حط الفعل اي ان جي من غير ووز وايه؟ ووير. تمام كده؟ طيب لو جالي وايل ميتنج اي ووز ابسيت. ها وايل ميتنج اي ووز ابسيت. ايه الغلط في الجملة دي؟ ايه الغلط في الجملة دي؟ من اللي احنا قلناه ده كله تبان ان الجملة دي صح. لا. عندي وايل مفيش فاعل، جبت اي ان جي والفعل ماضي والزمن ماضي هنا اهوت ومفيش اي حاجة. ايه الغلط؟ هو وعايز نغير مين؟ وايل. عايز نغير وايل. وين؟ عايز نغير وايل. لا وين مش وين بيجي وراها البسيط. ايه التركية في الجزء ده؟ كلمة ميتنج هنا معناها ايه؟ اجتماع. يعني مش الفعل ميت ورحت حاطه له اي ان جي صح؟ يعني كلمه اجتماع دي ايه؟ ناون اسم. كلمه اجتماع دي اسم. وايل ما بيجيش وراها اسم، بيجي وراها فعل ومضاف اليه اي ان جي. طيب ديت اسم، في الحاله دي بكتب كلمه ديورينج. هي بعيده عليكم شويه بس لازم تكونوا عارفينها، فرضا ان هي جت تبقوا عارفينها. كلمه ديورينج معناها اثناء او خلال، اثناء الاجتماع. هنا معناها ايه؟ اثناء الايه؟ الاجتماع. يبقى لو جالي ناون يعني مثلا قال لي اثناء الحفله، جالي هنا كلمه ايه؟ بارتي. يبقى هنا وايل مش هتنفع، يبقى هنا هتبقى ايه؟ ديورينج. خلاص كده؟ يبقى وايل لو فعل وراه اي ان جي، ديورينج لو وراها ايه؟ ناون. تمام كده؟ يبقى دي الحاجات اللي ممكن تجي لي في الجزئيه دي. يبقى وايل واز وجاست از وراهم ماضي مستمر ماضي بسيط، وين وراها ماضي بسيط ماضي مستمر. وايل لو ما لقيتش فاعل اجيب الفعل في ايه؟ اي ان جي. عندي وايل اللي هغيرها وده ناون، يبقى هجيبها ايه؟ كلمه ايه؟ ديورينج. ديورينج معناها ايه؟ اثناء او ايه؟ او خلال. والله العظيم.